خليتها ولد الخير اخويا تزوج بك وخرجتيني في مخي. واش هو بالراب غيتا؟ غيتا شو هو بالراب؟ شنو كنا سيرينا سيرينا اسيتوا نكرات الخير ديالي يا باش تكونوا فاهمين نكرات الخير ديالي يا كان كيصيفط ليا الفلوس داكشي كان شحال هادي يعني دابا راه منفوخ غير بالبراوات راه غنخلي ضاربوها غيتا كنحترمو غير على وجهك انتيا لكن هي اللي كتستحمر الشعب ماشي حنا انا راه ديما بلبل انايا فهمتيني راه تتزوج بديك المسخه عاد وليت محدود وانتي الروح وانتي الاكسجين باش كنتنفس واش غتزوجي بيا بصح ولا غير كتضحكي عليا حبيبه ديالي سبب الخلاف ديالي مع شكوحه نقول شوف نقول لكم نيشان عوض شوفي شوفي عطيني الحنان حبيبه ديالي داكشي اللي حرمته مني انا بغيت نلقاه فيك انتيا غيدا غيتا لي المهم انت دابا راه مباشره في جريده الوانكم في قنيطره السلام عليكم كي دايرين المهم الخوت راه معنا القيده غيتا فهمتيني قيده غيتا واحد الصديقه اللي عزيزه عليا بزاف وصراحه الفيديوهات ديالها كطلع درت معك جوج فيديوهات في فيسبوك ضربوا جوج المليون الملولي الملولي هذاك ما جبدتوش عايرني وقعد يسب في نزار ويسب فيا وتعدى لينا غير تعدى لينا فهمتيني هشام ماشي خصيلو يسب البنات زعما ماشي ورسب لي المدام غيتا لا حشومه اختي اكثر ما يبغي الله لعبدو دابا حبيبه ديالي دابا نوضحوا واحد الهضره للبيبليك سيرينا هو نزار سيزار نزار عاشر الملولي وانا حنا كنا اصحاب كنا فرنسيا الملولي دراه هي في قلبه زوين غير ما عرفش شنو طرا دابا هو كيحكم دابا الملولي كيحكم على المظاهر فهمتيني اختي شوفي هيدا انا ندخل عند البريفي واذا انا غلطه ما يسمح ليش الشخص هذا قلل عليا القدر وقال انا بعيده على قلل عليها القدر والله الا كتقولها ليا بالله مازال مرتك شوفي اختي انا مراتي اللي كتشوف فيها دابا باش من هذا مازال مرسي مراتي يا سيرينا شل الفويم كيدير شو العينين شو العوينات كيديرين دابا الله يسهل عليك مع سيرينا ولكن ما تبقاش تسب بنادم دونك ما تدوزتو ويلي طالع باغا تفارقني مع مراتي عقلتي ملي قالت لك صوت نزار كيهضر فين جبداتك نادا فين جبداتك وبين هضرات عليك عقلتي يا سيرينا هاي طلعت لي التسجيل شبيه وقفي حبيبه ديالي شنو غنمشي لطاليا غنشري لك الرونج روفر عقل عليها اش قلتها لك هادشي لطاليا غنزار والله تمشي هاد الحبيبه ديالي بالله شوفي قلبي له على شي خدمه في شي بيتزاريا يا اختي نخليه قايد عندي يا لا انا نخدم عليك حبيبه ديالي انا نخدم عليك حبيبه ديالي انا عاشرت تونسيات في قطر في الامارات وغنخدم في البحرين الله يمسخك غيتا دابا كيف كتعرفوا كيف كتعرفوا الملولي جبد لي المدام فهمتيني المدام تونسيه لا علاقه لها بهادشي المدام دافع على راسك قدام انترفيو دافع على راسك دابا قدام انترفيو ديال الوانكم دافع على راسك حبيبه ديالي راهو الميكرو راهو الميكرو نتوما الدريه تهز عليكم الميكرو سير هضري حبيبه ديالي هضري بصح خديت حفره كبيره خديت لا ما هو ما بقاش تهضر على السيده حفره كبيره لا كانت صغار لا مابقاش صغار ملي خديتها لقيتها غير ما زادت كبرت هضري حبيبه ديالي هضري حبيبه ديالي هضري دابا البيبليك شاف اللايفات ديالك انت والملول هاي على القيده غير تبينات وجهها ناضك شي في شعرك ولا شنو
سمعني سمعني سمع سمع سمعني سمع سمعني وسمعني سيرين سمعني دابا البيبليك دابا الشعب المغربي متبعني. شوفي الشعب المغربي متبعني وملي وليت معايا ولا متبعك حتى انتيا. الشعب المغربي كيشوف عندك خلاف مع الملولي. اشنو دار لك الملولي؟ هضري. الملولي طيح مني القطر وعايرني وقلل مني. وهذا الشخص ما لقاش لي ربي. معناتها انا جاوبته على قدك. انا الربي يا حبيبه ديالي. نو القانون يا ربي، القانون فوق من اي حد مش انا. الانسان هذا طيح مني القطر. ايه كمليها كمليها حبيبه ديالي. ثواني انا ثواني نجاوبك. دابا الملولي اشني الحاجه اللي خلاتك تحقدي عليه؟ انسان ما نعرفوش ما بيني وبينه والو، ما بيني غير الخير والاحسان. باش يعاير العيالات ولا يقلل من العيالات. انسان مريض نفسي لازم يتعالج ولازم يتربى بالقانون. حنا دابا حيد القانون، دابا الملولي ما تمنوش ليش حاجه خايبه. فهمتيني انا عارف اللي درتي مع السلطات والقانون غادي تربحي وغادي تدخلي للحبس، وحنا ما بغيش يدخل للحبس. كلشي غادي يدخل للحبس بهذا انستغرام. وانتي غادي يضربوك هذاك راس الطار وغيضربوك بالاعدام. بالعكس الا دخلت للحبس بغيتهم يديروني انا والملولي في شومبر واحد. كلشي غادي يدخل للحبس. في راسك واحد القضيه والقضيه غيتها وزني الهضره اللي كتقولي راه الهضره ديالك في الانترفيو دابا. القيده غير عقلتي ملي كنا غنتزوجوا انا وياك. الله يا خويا ربي دلي تولد الخير اخويا. نتزوج بك وخرجتيني في مخيمه. عرفتي هذا سيرين كون تزوجت به كون خرجني في مسلسل مداوله ولا اخطر المجرمين. يا ربي استتر علينا. وسيرين سيرين عشان نفصح ديري بحال هكدا. دافعي على راجلك، دافعي على راجلك حبيبه ديالي. دابا حبيبه ديالي اهلا يايا، اهلا يايا حبيبه ديالي. فرض عليا ما نطلعش مع الملولي، فرض عليا ما نطلعش مع الملولي في الانترفيو. سيرفي ديك الهضره كنتي كتقولها. قولي لي دابا الا طلعت مع الملولي شنو غيطرى حبيبه ديالي؟ ما تبقاش تحكي معايا. انا باغي نحكي معاك وما غنطلعش مع الملولي. ودابا الملولي بلات واحد القضيه في الانترفيو. دابا الملولي انا ماشي كنضاكيه ولا شي حاجه. دابا البارح في الانترفيو شنو قال لي؟ كيهدد في عين بين واللايف كيشد. بلاتي اشنو كيقول لي؟ كيقول لي نزار غادي نشدك في شقنيته غنفعل لك غنترك لك. سمعني الملولي نهضر معك، حنا راه ولاد الوقت ولاد السبور، 7 سنين ديال الكيك بوكسين فهمتيني. ماشي غتشدني ولا شي حاجه. نعرف كاين الملولي، نعرفك راجل اجي قيت انا في قنيطره. انا جيت هنا في قنيطره واجي لعندي الملولي. نعرف كاين اجي لعندي ديك الصلابه ديال والو غادي نحيدها لك باش تكونوا فاهمين. ياك ما تقول لي حق الراب حق اش داك شراب في وجه التراب شوتي غير بالراب. قال لك باغي يدير الراب. هو شوه بالراب بغيته غيته شوه بالراب. وزيدك واحد القضيه الزين دي قلت لك انا الزين ديالي. سمعني القيدة غير تسمعني راه شتك صغارتي في اللايف. سمعني نهضر معاك. لا 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 انترفيو هذا. سمعني دابا الملولي انايا شوف الى عيرتو راه ما نخلي ليه عيرو باش تكونوا فاهمين. ما نخليش الجزائريين عيرو ولا شي حاجة. الملولي واش غادي غير نتهدى عليها غيتا؟ غادي غير نتهدى عليه باش تكونوا فاهمين. واش نزار ديال شحال هادي هو نزار ديال دابا؟ كاين واحد التطور. علاش جبت لي المدام غيتا؟ علاش جبت لي المدام؟ اشنو درت ليه؟ علاش جبت لي المدام؟ ناس لي معانا هذا ماشي مشكل، ولكن سيرينا راه ما غيناش معاها. جبدها لي قعد شوف وجه ربي. صافي انسى خلي كل واحد. ولا كيحقرني بزاف كيقول لي انت كتزوج بالهاريبات. كنقول الواقع ملي كذبت طيحت لها البطل.
عمر ما تنسى لي. شوفي شوفي عمر ما تنسى لي القيده غيتها. والله تنقولها لك، والله تنقولها لك القيده غيتها. شنو كنا واك سيرينا سيرينا اسيتوا سمعينا سيرينا. بلاتي بلاتي القيده غيتها. عرفتي نهار كنا غنتزوجوا انا وياك شحال هادي؟ عرفتي شنو قال لي من الاول؟ والله ما كذبت عليك، قال لي اي وحده كتزوج بها كنسيرها. والله الا قالها لي بالله. اكن مع الصحافه راه بغيت تقول شي حاجه للصحافه قولها. يا راه راه انترفيو بتقولها قولها. نقول لكم فيليسيتاسيون، نقول لكم سيرينا سيان اللي بقات معك دابا. اه هذا يا هذا. ونزيد لكم واحد القضيه باش تكونوا فاهمين، يا من احسن من اطيب خلق الله. وديك نادا ديك نادا نكرات الخير ديالي يا باش تكونوا فاهمين، نكرات الخير ديالي يا كان كيصيفط ليها الفلوس، فلوس صحيحه وكان كيعاونها. شوف غادي نقول لك هنا يا كان كيعاونها وفي الاخر عيناتو بواحد المعيور خيب، نكرات الخير ديالو باش عرفت ديك السيده كيهمها غير الفلوس وكيهمها غير الفلوس. يا واحد الانسان صراحه شفت واحد الانسان اللي الله يعمرها دار ما عمره غيشوف مني العيب. واش متينا يا والله يغلبك عليها، الله يغلبك عليها يا حاجه. يا بزاف عاوننا حنا كاملين، راه ماشي غير انا. المهم حنا عطانا كلنا، انا كلنا عاوننا الا في سبيل الله، يعني ما كاينش عنده شي اوبجيكتيف ولا شي حاجه. ما عندوش شي اوبجيكتيف بالله. انا كنت كنقولها لك يا يوم ما كنتيش كتثيقني، فهمتيني؟ كنقول لك هذيك راه من شر خلق الله وما كنتيش كتثقني. الله يسامح الله. شوف غادي دابا تقاسم هذا وديك الشكل تاعي، ربي يسهل عليك مع هذه البنت هذه. علاش ديك المره يا دابا دابا يا دابا انت واحد الانسان مزيان، انا غنسولك علاش طلعت ديك المره في اللايف وجالسه كتقول صوت نزار؟ هذا راه نزار كيهضر معايا. علاش هاد الافعال الشيطانيه؟ علاش؟ انا الصوت ديالك انا قلت. واش الصوت ديالي هذا قدام اللايف؟ واش الصوت ديالي هذاك؟ يا عقد الصوت ديالك انا، شي ماشي الصوت ديالي يا سيرينا. انا راه كنبغيك انت وكنموت عليك انت وكنحماق عليك انت، باغي نكمل حياتي معاك انت. راه دابا داير اللايف في المباشر ودير انترفيو في انايا، فهمتيني حبيبه ديالي؟ ايوا كبري بيا قدام الناس، ما كبراتش بيا انا داك، كبري بيا انت قدام الناس. قولي شي هضره قدام الصحافه قولي. عرفتي الاوردينا غير غاتسي اجي المغرب سيرينا. نعم حبيبه اجي المغرب. اجي المغرب قريب والله. عرفتي شنو قالت لي؟ قالت لي غير مطلق من هذا غادي غادي تجي للمغرب. دابا الملولي اللي خارج كيقول بلاتي، الملولي اللي جاز خارج كيقول شوتنا غتمشي لتونس، شوتنا غتمشي لهادي. راه نخلي ضاربوها غيتا غيتا، كنحترمو غير على وجهك انتيا. راه الا ما عطانيش اتساع غير شوف الوجه الثاني ديالي. انا كنقولها لي يخلي راسو عزيز عليا، انا كنت من لي فانس ديالو بزاف ديال الحوايج، يفوت عليه المدام. راه الواحد كيموت على دارو ولا على ولادو ولا على شي حاجه اخرى. واش متينا في اللايفات؟ قال لي تتزوجي غير بهاريبه كتستر الهاريبات بزاف عليه. سيرينا طبيبه، فاش خدامه طبيبه ولا فرمليه؟ قولي قولي يا سيرينا قولي. المهم كتلبس الطابليه البيضاء. حبيبه ديالي باغياني كيف ما انايا، باغياني مسطي كيف ما انايا. ومازال شوف مازال الا مشيت للطاليان تبلبيله اخرى، البلبله في اصدار ثاني، عندي الميزاجور. شنو غادي دير؟ غادي نبلبله كاع الناس. اول حاجه غنكبر بالشعب المغربي وغنكبر بسيدنا الله يطول لنا في العمر ديالو الله يخليه لينا، فهمتيني؟ لانه كاين واحد سميتو نزار عايش في بلادنا، فهمتيني؟ نزار اللي معروف دابا حاليا ما نكذبوش، شكون اللي معروف نزار؟ وين نبلبله في المغرب كامله، فهمتيني؟ نمشي للطاليان ونتحدى الناس ديال الطاليان، فهمتيني؟ وبزاف ديال الحوايج عندي، بزاف ديال الافكار خاصني نديرهم انا وسيرينا. راه بغينا نوصلوا للعالميه. مزيان عندك الحلم مزيان. انا راه ديما بلبله انايا، فهمتيني؟ راه تتزوج بديك المسخه عاد وليت محدود. انسان
حاقد حاقد عندي واحد الحقد خيبة يا يا ما تقوليش الله يسهل على الدواء ديالك مستجابة سيرينا الدواء ديالك مستجابة حبيبة ديالي ما تقوليش الله يسهل عليها اخا الزين ديالي شوفي شوفي انا غادي نعوضك الحب والحنان داكشي اللي كنت كندير لنا غنولي نديرو معاك نسيا شي سيرينا قلب ابيض وتونسية من الفوق والعز الناس ديال تونس المغاربة وتونس حنا خاوة بحال دابا غيتارة قطرية غيتارة قطرية وساكنة في المغرب نعم شوفي انا ما غاديش نتمنى لا انا ما نتمناش لا بالله يسهل لا غير تبعد مني تعطيني اتصال الله يحفظني من بلا هكا هو تتكلم كيما هكا والامور طيبه انتم ما تفهمتوش سير طلقوا ومرحبا وهي ما بغاش تطلق مني هي ما بغاش تطلق مني شنو بغات سيرينا واش بغيتي نضرب التليفون مع الارض اما هضر شكح هضر مع اخر مره قالت ما دافعش الطلاق المهم دابا شوفي المهم الناس ديال اللايف حنا دابا راه دايرين انترفيو فهمتيني في جريده الوانكم غادي نقول شي هضره شوفي سيرينا نقول لك طلعيني طلعيني ملي نقول لك طلعيني في اللايف طلعيني في اللايف يلا شي كلمه في حقي شي كلمه في حقي حبيبه ديالي نموت عليك يا بيبي نحمق عليك يا الزين ديالي يا بيبيتي انت نحمق عليك انت العمر وانت الروح وانت الاكسجين باش كنتنفس شتي ملي جيتي نورتي لي حياتي يا الزين ديالي حياتي نورتيها لي يا حبيبه ديالي دير شي حاجه زوينه بحياتي تلاقاني الله بك كنحماق عليك وكنموت عليك الله يخليك لي الاميره ديالي الله يخليك لي الزين ديالي يا ربي الله الا كان كيشوف هاد الدعوه هادي ولا كان كيشوف هاد الانترفيو هذا يستجوب الدعوه ديالي الله يخليك لي يا حبيبه ديالي نعم يا جيبها لي يا الخير اللي تدير فيه عمرني طلبتك جيب لي سيرينا المغرب انا عارف يا قلب ابيض وانسان كبير جيب لي المدامه يا جيب لي باغي نتزوج ونكمل ديني يا الله يخلينا بنتنا حتى هي بنتك راه بحال بنتي انا والله لا نديرها في الحاله المدنيه ديالي انا بغيتي نديرها في الحاله المدنيه ما عنديش غرام ديال المشكله حبيبه ديالي انت عارف انا عارف انا قلبي بيض شوفي عارف انا قلبي بيض ونيه ودغيا كنتسيق ما تضحكيش عليا انا كنطلبك قدام هذا الانترفيو ما تضحكيش عليا حبيبه ديالي يا كيفاش نشرح له عندها بابا وما دي عارف عند بابا انا قلت لك ما تضحكيش عليا واش غتزوجي بيا بصح وقلت لك واش غتزوجي بيا بصح واش غتزوجي بيا بصح ولا غير كتضحكي عليا حبيبه ديالي واش نتا ديال انا نقول لك نموت فيك وطلع قدام العباد الكل وقلت لك غنتزوج بك انت طلق ولعيبه وعار وما جيتش عرفتي لما جيتيش بغيتوني نخرج لك من التليفون دابا انا قاعده نقول غير خرجي للتليفون ونخليك حدايا وما نخليكش تعاودي ترجعي من التليفون غنطلق مشي هاد شوف نهار غنمشي لاكادير اول حاجه غادي نبدا بها غنمشي هاد الهدول نقول لي طلقني طلق لي ولا ننتحر لك انا خويا على راسي ليسانس وبريكو الا ما طلقتونيش غنحرق راسي انا نزار ولد عائله نقيه ما تسمحش لي خاطر نبقى مع واحده مشوه فهمينا حبيبه ديالي كنت جاكيطا جات معاك واش بغيت غير نسولك واش كديري العكار ولا كديري شي ماكياج ولا شي حاجه كديري شي حاجه لوجهك باش كتباني زوينه كتباني زوينه بزاف عرفتي اللي تزوجت انا وياك غتبقاي ديما جالسه حدايا وغتبقاي ديما معايا وما عمر شي حاجه غتاديك معايا غادي نهزك فوق راسي فهمتيني وما خليش شي واحد يطلع فيك العين هضره ديال الرجال نزار ملي كيقول شي حاجه راه كيقد بها تعرف انا حبيبه ديالي ما عنديش ما نهضر بزاف عوض شوفي عطيني الحنان حبيبه ديالي داكشي اللي حرمت مني انا بغيتك
بغيت نلقاه فيك نسيا. انا حبيبه ديالي نعاودك الحنان ونحطك تاش فوق الراس. الله يخليك لي يا حبيبه ديالي. باغي ندير راسي في صدر، باغي ندير راسي في عنقك وارتاح. باغي نعنقك يا حبيبه ديالي. انا الحب، الحب ديالي من جيتك خلاني مش نورمال يا حبيبه ديالي. نبوس لك يديك ورجليك يا حبيبه ديالي وتستاهلي. ماشي مشكل، نبوس لك يديك. اول مغربي كيبوس التونسيه يديها، ما عنديش غرام ديال المشكل. نعم لا حيت تستاهلي لانك انت مرا ونص. انا بستهم غير المسخه ميكروبا بس لا يديها. الله ينعل الحمار ديال بوا، الله ينعل الوالدين. كنكرهها كنكرهها يا حبيبه ديالي كنكرهها. كي غندير باش نحيد عليها هاد الكره هذا؟ كاع داك الحب اللي كان من جيتها ولا من جيتك انت؟ بغيتك انت. واش كنعجبك ولا ما كنعجبكش؟ حتى انت كتهبليني يا حبيبه ديالي، كتهبليني وكنحماق عليك، كنموت عليك وكنتسطى عليك، كنحماق عليك وكنموت عليك وكنتسطى عليك. قلبي نخرج دين مو من بلاصتو ونعطيه لك، ما عنديش غرام ديال المشكل. خليك ليا يا الزين ديالي، خليك ليا الشحيمه ديالي. انت باغيه واحد يكون دمو بارد ساكت ديما جامد تعيريه ما يدويش لعبي عليها عشرة. صافي تبلوكيت. هادو ما كيضحكوا، ما فهمتش واش هادشي كيضحككم نتوما. غني لي يا حبيبه ديالي، غني لي مزكينه يا حبيبه ديالي. يلا دابا خلينا نديروا الانترفيو ديالنا، كنبغيك بزاف نساليوني معاك. مدام في الانترفيو جبتي الشكوحه وجبتي يايا. هاد الاسمين هادو كيفاش علاقتهم مع بعضياتهم؟ شكون؟ يايا والشكوحه. علاقة صداقة، عارف ينصر يعني، كنتلاقاو كنجمعوا بعضياتنا كنتبادلوا الافكار كنخرجوا كندوروا وملي كنساليو كل واحد كيمشي بحاله. يايا سمعنا بانه يعني كيصيفط لهاد اليوتيوبر الفلوس وهادشي، ما كنتش عارف شنو المقابل. فاعل خير يا واحد الانسان فاعل خير، شحال عاون في نادى تعيات، صيفط ليها الفلوس، صيفط ليها المسائل، في الاخر نكرات خيره وصيفطاته. كان كيصيفط ليها فلوس 3 المليون 4 المليون، كتوصل حتى 6 المليون، كيعطي فلوس صحيحه. كان حاضر هو في ليله اغتصاب كروفيتا. باش نكونوا فاهمين، اول حاجه انا ما كنتش حاضر في ديك البلاصه، هما كانوا مجموعين، ولكن ما نظنش. انا ندولك على حسب المعرفه ديالي بيايا، فهمتيني؟ انا ما بالي انسان مزيان، وتكروفيطا انسان مزيان، هي صديقه هو صديق، فهمتيني؟ غير طرا سوء تفاهم، ما فهمتش واش كروفيطا اختصبت بالصح واش بخاطره، هادشي انا ما عارفوش. شنو اللي عارف انت؟ شنو الاصداء اللي وصلاتك بصراحه؟ انت عارفين بانك انسان صريح؟ انا انسان صريح ما كنعرفش نكذب. دابا في ديك الليله كان المهم على حسب ما عارفين بزاف ديال الناس، كان يايا وكانوا الشكوحه وكان واحد ولد طنجه سميتو يونس ولا يوسف، ما عرف سمي، ما عرفش اسمي ديالو، وكان الشكوحه كروفيطا. كتقول هي على لسانها، كتقول بانها شربات شي عصير وما عقلاتش على راسها، فهمتيني؟ وصافي بدات كتمارس الجنسات هادشي اللي سمعت انا. واخا شنو سبب الخلاف ديالك مع الشكوحه؟ سبب الخلاف ديالي مع الشكوحه غنقول، شوف غنقول لكم نيشان، انا بنادم لا غيكون مريح معايا وغادي يسجلني ما بغيتوش، وبنادم باش يديني هو يقول لي يلاه معايا، فهمتيني؟ هو اللي كيفرض عليا يلاه معايا، وفي الاخر يقول لك راه درنا فيك الخير، لكذا الخير ما كيقولش، فهمتيني؟ انا شحال مره درت الخير في بزاف ديال الناس وما عمرني قلت،
اخر حاجه درت راه كنطلع في ماشي في جريده الوانكم واحد راه فيديو بغيت نوريه لك دابا ما عنديش غرام ديال المشكل ضرب 3 ديال المليون جوج واحد والد اونديكابي ومهم ما خدام ما والو مراته خدامه درت لهم فيديو ملي درت البوز ودرت الدروين هذه شم طالعين في انترفيو اشنو كاين بسبب نزار المحسنين داروا لنا الدار وداروا لنا الطوموبيل الله يسهل عليهم ليش انا دوك الحالات فرحت واش انا نخرج نقول راه دوك داك الشيء طراب السبابي درنا فيه ما نقولش اللي دار الخير راه ما كيقولش باش تكونوا فاهمين واش فعلا شكون حاش ديال الدواصه اش من دواصه شادين عليا ما شادين عليا الدواصه الاول وانا ما كنتهددش باش تكونوا فاهمين ما كنتهدد من حتى شي حاجه كنتشوفوا علاقه طيبه ولا تفارقتوا يعني بزاف الجمهور ماشي هما اللي خرجوا كادرو واش انا خرجت كنعطاكيهم ما كنعطاكيهمش ماماني ما غنعطاكيهم فهمتيني يعني بنادم انا اللي شوف بنادم انا الا بغيت نعطيه انتقار ما كنعطاكيش ما حقتش لي وهذا هو الدليل بانني ما حقتش عليهم مازال اذا حقت عليه راه كنعطاكيها بزاف ديال الحوايج اما ما حقتش عليهم الله يسهل عليهم هادشي اللي كاين تسرعوا دابا البلان ديال نقول لك واحد القضيه الله بلان ديال هاد الخلاف كامله انا غادي نعاودو لك دابا حنا كان حمزه كاريننا الدار فهمتيني قصرنا نشطنا بلا شراب بلا قارب بلا والو والله ما كان لا شراب لا قارب لا والو ملي هما مشاو نعسوا انا ما لقيتش في الناس اشنو قال لي حمزه الطنجاوي قال لي يلاه بات معايا فهمتيني فاش مشيت درت مشيت بت معاه هما ملي فاقوا وما لقاونيش قالوا لي نزار هرب نزار مشى كيصنعوا عليا لقاوني ما كنجاوبش لانني ما نعست حتى لوحده يعني تخيل ما بقيت سهران الليله كامله وما نعست حتى لوحده ملي كنفيق كنلقى لي زابيلات ديالهم وكنلقاهم داروا عليا ستوريات نزار هرب نزار كيبغي نادى نزار هادي انا كنبغي نادى مشيت عندها دابا الله يهديكم الشكوح الله يهديكم وصافي هادشي اللي غنقدر نقول لكم انا ما حاقتش عليهم ما غنعطاكيهمش هذا هو سبب الخير قال لك نزار هرب وقال لك نزار غدار انا فرضوا كاع كون هربت اشنو هو هذا الغدر الغدر هو انني نهضر فيكم نسبكم نخرج الدواصه ديالكم صافي صافي راه نزار واقيلا هرب راه غدرنا لا حول ولا قوه الا بالله فانت قبل قليل قلتي بانك روفيتا صديقه ديالك صديقه ديالي وعزيز عليا بزاف عزيز عليك لكن شفنا بان الشكوحه في نفس الفيديو كليب كاتاكيو كروفيتا انا في الفيديو كليب اتاكيت غير من الاولي ما كان كلاشاني في واحد الكليب رديت عليه هما كلاشوا كروفيتا بيناتهم حيت جاو هما حيت هما اصدقاء وكروفيتا صديقه ديالي فهمتيني ما غاديش يمكن نفضل بيناتهم خليتهم بيناتهم بما انك هذا القبيل شوف راه تي خرجت في الانترفيو هضرات عليهم باش يكونوا فاهمين دابا كروفيطا خاصك تعرف واحد القضيه كون اتاكاك شي واحد ما كنعرفوش طبيعه الحال غضربني النفس من جيتك دابا انت اتاكاوك الشكوحه فهمتيني الشكوحه كنعرفهم وانت كنعرفك بقيت انا الوسط وخليتكم بيناتكم السلام عليكم ما غاديش تقولي لي الا جيتي انت قلتي لي علاش ما دافعتيش عليا وجيت في صفك حتى الشكوحه يقولوا لي انت غدار مشيتي في صفها لهذا انا بغيت نبقى الوسط دابا علاش بغيت ندخل للراب بغيت نفهمك واحد القضيه دابا كنشوف الملولي انا يوسخ بالراب باش تكونوا فاهمين وسخ بالراب انا بغيت ندخل للراب باش نبين راسي بانني انا احسن منه بكثير والدليل من الكلام ديالي نهار درت الفيديو كليب ديالي طلع هو الاول في الطوندونس في رمضان وتخيل ما باش يبقى باش بقى 3 ايام في الطوندونس في رمضان هو الاول كندوي لك ديك 3 ايام زعما هو الاول وكاين المسلسلات ديال رمضان اللي كتعرف المسلسلات ديال رمضان راه كيطلعوا للطوندونس اي فيديو طلع للطوندونس كينزل لتحت الفيديو ديالي تبلوكا في الطوندونس جاب الله واحد ضربني بالكوبي رايت الله يلقاه لي في هذا المنبر هذا ضربني بالكوبي رايت دار لي الديسك الحسد في هاد المغاربه ما فهمتش ما كنقصفش المغاربه كاملين كنقصف غير البعض ضربني بالكوبي رايت وحيد لي الفيديو كليب حق الا بغيت نردو ديال لي اشهار ديال لي هادي بان معايا في الكليب مالك اخويا لهاد الحسد يعني غتكمل في هاد المسيره ديال الراب كما قلتي غندخل انا للراب تولي رابور باقي كدير الرياضه شي 3 شهور باش قطعتها يعني ملي عطاتني نادى البليه وداك الشيء وليت كنكمي كنشرب قطعت السبور ولكن الحمد لله قطعت داك الشيء تخيل ما يتشف بفضل الله سبحانه وتعالى ما بقيت لا كنكمي لا كنشرب غير تفرقت من ديك المشوهه وليت فيها خير وعلى خير باقي غنشوفك في اللينك في كينغ بوكسين مقابلات تحدي ان شاء الله دابا بغيت نقول لك واحد القضيه على الملولي
دابا هذه 3 ايام هضر معايا كنتجاجمو انا وياه، قال لي يلاه زيد نديرو كومباني صار يلاه زيد بين ليا. دابا الملول واش حقرني ولا شنو؟ وقاس كتقول غنشدك غادي نفعل ليك غنترك ليك. نتسنى كان الملول ينسى شدني تفعل ليا ترك ليا. اقسم بالرب العلي العظيم الى اخر واحد غنخاف منه هو انت الملولي، ماشي على قضيه باغي نتصور عليك ولا شي حاجه، فري اخر واحد غادي ننتقم منه هو انت الملولي، لانني ما عنديش ولا ودره ديال الخوف منك نتايا، فهمتيني؟ انت راك عارف دغيا كتسخف، ما عندكش السفل، داكشي كان شحال هادي، يعني دابا راه منفوخ غير بالبراوات، تجي توقف عليا نقسمك الاربعه، نزار ديال شحال هادي ماشي هو نزار ديال دابا. واش هادشي نتوما كديرو بصح ولا طلعينا على البيبليك؟ اقسم بالله الا هادشي بالصدفه، ما كاين لا كذوب ولا والو. فاش خرجت نادا وقالت بانكم كتسحروا الشعب. مزيان، قالت ملي شافت ديك الوقيته ملي كتسمع الملولي، ملي شافت كلشي تقلب عليها، قالت حقه ما حقه. أرى لي نقول غير كنستحمر الشعب، ولكن هي اللي كتستحمر الشعب ماشي حنا. كلمه الاخيره للمتتبعين ديالي، بغيت نقول لهم بانني كنبغيكم بزاف وكنموت عليكم، وكيف ما نتوما مسانديني ومدعميني ام قديمه في المستوى ديالكم.